السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكم إخواني الرياضيين. نادي الرشيد العراقي كما تعلمون كان في فترة بعد من سنة 84 تأسس وألغي عام 90. طوال هاي الفترة استقطب لاعبين من المنتخب العراقي الأول أو منتخب الشباب واللاعبين المتميزين بالدوري، وكان يعني شبه منتخب العراق ليس فقط في كرة القدم بل في كرة القدم والسلة والطائرة، ولهذا حقق إنجازات على المستوى المحلي وعلى مستوى حتى العربي والآسيوي. ولكن منتخب أو فريق الرشيد في العام 1988 فقد لقبه كبطل لبطولة الأندية العربية لكرة القدم، البطولة اللي جرت في الشارقة في دولة الإمارات العربية المتحدة. طبعا السنة اللي بعدها أيضا خرج من بطولة الأندية العربية، لكن أبطال الكؤوس اللي استحدثت في ذلك العام. فلهذا نادي الرشيد من بعد 87 كان محرز بطولة الأندية العربية في جدة، ما كان كأبطال الكؤوس فقط أبطال الدوري، وقبلها في تونس ب86، لكن فقد لقبه من العام 88 ولا حتى ألغاها. وطبعا كذلك أود أن أنوه أنه هاي آخر فترة يحرز بها فريق عراق. طبعا كان فريق الشرطة محرز بطولة الأندية العربية الأولى، لكن من هذه الخسارة 88 في الشارقة بعد الفرق العراقية ما أحرزت البطولات العربية. طبعا أكو فترة توقف صارت بسبب استبعاد العراق بعد حرب الكويت، لكن حتى بعد ما عدنا ما أحرزنا البطولات. زين، في 88 في الشارقة بدولة الإمارات العربية شاركت 10 فرق، الرشيد حامل اللقب وقع في المجموعة الأولى، وكان الرشيد والأفريق التونسي وفنجاء العماني وجبل السوري والمريخ السوداني. المجموعة الثانية طبعا العراق شارك فريقين، الرشيد باعتباره بطل البطولة السابقة، وكذلك نادي الشباب اللي كان رشح على الاتحاد باعتباره صاحب المركز الثاني بالدوري العراقي. فاللي المجموعة الثانية كانت الاتفاق السعودي والشباب العراقي والكوكب المراكش المغربي والشارقة الإماراتي مستضيف البطولة وكاظماء الكويتي. طبعا نادي الرشيد أخفق للأسف الشديد، وظهرت مقولة في وقتها، طبعا المباراة ما نقلت بالتلفزيون العراقي، أغلب المباريات اللي ضد الفرق الإيرانية أو السورية وعلى قلتها في الثمانينات ما تنقل أو تسجل وتبث لاحقا. خسر الرشيد فما بثوها لاحقا، طبعا هاي معروفة. منتخب الشباب ب88 فاز على سوريا نهائي أمم آسيا للشباب فطلعوها مسجلة بعدين. فقط منتخبنا لما تصفيات كأس العالم الحاسمة ال86 أو كأس العرب 88 نقلوها مباشر، أما الأندية والمنتخبات الشباب غالبا ما تنقل وتبث لاحقا. على كل حال، فما عرفنا تفاصيل المباراة، ولكن ظهرت مقولة ربما البعض ما ركز عليه، إنه الرشيد كان يعني آخر مباراة الفنجة العماني كانوا متأكدين إنه الرشيد إذا يتعادل، يعني كانوا يلعبون على التعادل حتى يطلعون المركز الثاني ويتحاشون ملاقاة نادي الشباب، فحتى يضمنون انه ممكن الشباب يصعد بالنصف نهائي والرشيد يضمنون الفريقين يلعبون نهائي. يعني كان الهدف انه ما يلتقوا الرشيد والشباب في النصف نهائي حتى يضمنون الطرفين المباراة النهائية فريقين عراقيين. هيك سمعت مقولة وما متأكد منها، الله أعلم، مو تقليل من نادي السوري طبعا ولا مفاجأة كرة القدم، بس أعتقد هو هذا السبب حسب ما قيل وقتها. لكن الرشيد دفع الثمن وخسر أصلا فطلع. على كل حال، سواء كان هاي المقولة صحيحة أو مو صحيحة، لكن مثل ما قلنا الرشيد صار ثالث المجموعة بعد خسارة تمام جبلة 1-0، وطبعا الأفريق التونسي كان بطل المجموعة، فنجاء العماني، فنجاء أو كما يقال باللهجة الخليجية حاليا فنجاء، يعني ما أعرف حتى ما نسمع باسمه عمان، هو موجود لكن دهور،
ومع ذلك النادي اللي كان فترة من منتصف الثمانينات إلى نهاية التسعينات وبداية التسعينات كان نادي معروف على مستوى منطقة الخليج يعني، والرشيد الثالث، وجبل السوري الرابع، والمريخ السوداني الذيل الترتيب. زين، المجموعة الثانية الاتفاق السعودي بطل مجموعة، الشباب العراقي هذا اللافت. طبعا الشباب عنده فقط لاعبين، 3 لاعبين منتخب وطني، وكلهم يعني بذيك نهاية فترتهم الدولية، غانم عريبي وباسل جورجيز تحديدا واسماعيل محمد، يعني أواخر حياتهم الكروية، ومعاهم طبعا بعض اللاعبين المميزين لكن على مستوى الدوري العراق ما عندهم خبرة. إن كان رشيد هو صاحب السبق المعلى في المشاركات الخارجية، يعني الفرق الثانية تشارك مرة اثنين، يعني بال87 شارك نادي الجيش وهم خرج بسبب عدم خبرته، لكن الشباب فاجئنا انه هو اللي كان بطل ثاني فريق بالمجموعة والرشيد هو اللي خرج. فالشباب الثاني والكوكب المراكش المغربي الثالث والشرق الامارات الرابع مستضيف البطولة وكاظم الكويتي الرابع ذيل الترتيب الخامس. اجت النصف نهائي، طبعا الافريق التونسي بطل المجموعة الاولى، والشباب العراقي للاسف طبعا الشباب قدم واحدة من اجمل مباريات البطولة وأجمل مبارياته، تعادلوا 2-2 ويعني تعتبر من أجمل مباريات، والشباب كثر الخير هم قدموا مباراة جميلة، لكن بعد التعادل 2-2 خسروا بفارق ركلات الترجيح من نقطة الجزاء 2-4، فالشباب بعدين ما قدر يتأهل للمباراة النهائية. الاتفاق السعودي فاز بسهولة على فنجان العماني 3-1 وصعد نهائي. مباراة الترتيب الثالث والرابع، الشباب العراقي استطاع أن يفوز على فنجة، مباراة أيضا كبيرة يعني، رغم رجحان العراق على عمان في تلك الفترة، لكن الشباب مثل ما قلت ما عنده خبرة دولية، والأندية العراقية غالبا يعني قليل الشارك خارجيا، فقط الرشيد ولاعبين المنتخب العراقي، لكن استطاع أيضا الشباب الفوز بمباراة أيضا جميلة 3-2 على فنجة العماني ويحرز المركز الثالث. هي أفضل نتيجة للشباب على مستوى البطولات الرسمية العربية. وبعدين هسه نادي الشباب طبعا ما موجود بس بالدرجة الرابعة أو شيء بالعراق، يعني شبه منتهي ما محل رسميا لكن يكاد ما يشارك بالبطولات للأسف. والرشيد طبعا انحل وعادت ممتلكاته على نادي الكر حاليا. فالفريق اللي مثلوا العراق ما موجودين حقيقة، يعني رغم أن الشباب أكرر ما ألغي رسميا لكن ما إلى وجود، كما هو فنجة العماني. المباراة النهائية طبعا نادي الاتفاق السعودي من المنطقة الشرقية خاض المباراة النهائية أمام الأفريق التونسي واستطاع الفوز بالركلات الترجيحية بعد التعادل 1-1، وهذا أعتقد للمرة نعم للمرة الثانية يحرز لقبه الاتفاق السعودي الأندية العربية أبطال الدوري. ومن هاي الفترة انتهت هي الكرة العراقية ما أحرزت بعد بطولة الأندية العربية، وفقط الشباب شرف الكرة العراقية، لكن رشيد هو المفاجأة الكبرى في هذه البطولة وخرج بخفي حنين. البطولة اللي بعدها بال89 طبعا أبطال الدوري شارك نادي الطيران، هو بطل الدوري العراقي شارك، ونادي الرشيد شارك في أبطال الكؤوس، بالنسبة استحدثت بطولة أبطال الكؤوس العرب. نادي الطيران للأسف خرج، كان مجموعة الهلال السعودي، خرج بالقرعة مع الهلال السعودي، يعني حتى الاثنين ساووا بالمركز الثاني بكل شيء، وكان نظام البطولة قرعة للأسف، فأجروا القرعة صارت بمصلحة الهلال السعودي يصعد نصف نهائي. يعني الطيران ما خرج كلعب لكن خرج بالقرعة ما صار الثاني. نادي الرشيد أيضا خرج من أبطال الكؤوس السنة اللي هاي اللي بعد ب89 أمام نادي الكويت الكويتي، البطولة اللي جرت في السعودية. طبعا الرشيد العراقي لعب المباراة هاي، يعني أقدر أقول لكم مثل ما يقولون إخواننا أهل الشام، جول إنجليزي على الكويت الكويتي، المباراة الوقت الأصلي الإضافي، يعني مباراة فعلا حقيقة من طرف واحد، فرص بالجملة ضاعت، ولكن تألق الحارس الكويتي اسمه كان أحمد الأمير،
واكو واحده حتى متالقه، يعني هو جت الكره هيج وفلت الكره وراحت للجول لكن لحق وخرها. فتسرع لاعبي ايضا الرشيد واستهانتهم ايضا، اعتبار ان الانديه الكويتيه كانت اقل مستوى من الرشيد، لكن للاسف الرشيد ما استغل هذه السيطره والمباراه ذهبت الى ركلات الترجيح. ولانه الرشيد حارس كان احمد علي، يعني ما ضعيف جدا في ركلات الترجيح. طبعا اكو حراس عالميين يخفقون في ركلات الترجيح يعني مو بالضرورة، بس هو فعلا احمد علي كان ضعيف بركلات الترجيح وهو حارس عادي. يعني تميز حارس الكويت وصد الكرة ولعبه الرشيد، يعني حارس الرشيد ما صد ولا كرة وفاز الكويت الكويتي. وهاي انتهت هيمنة الرشيد العراقي على بطولات الأندية العربية. أتمنى أن تكون قصتنا اليوم راقت لكم انتهاء هيمنة الرشيد على البطولات العربية. وقبل الختام أشير لآخر مرة أن الرشيد تم حله في صيف 1990 وعيدت ممتلكاته وكل فرقه إلى نادي الكرخ اللي حاليا يلعب ينشط بالدوري العراقي، نادي الكرخ الرياضي. تحياتي لكم وفي أمان الله.